ازاي يا باشا؟ ايه الراجل ده حكم مبارك الزبري نكفة خلتنا يا راجل. انا محامي انضف بوتك، ما تفهمش الالف من العصاية. ده انت حيوان وانا بنضف لك صباطك كرمال الف ليرة. ايه ده احنا في 2011 تعمل ايه؟ هات رجلك الثانية يا راجل، هاتها. اوه تسلم رجليك حبيبي يا اسطى. اضعفتني 2000 يا راجل، حصل لي لمحمد وللجيزس ولبودا لا يحفظك يا اخي. 2000 ليرة ده انا عندي عيال، ده انا متجوز ثلاث عواهر كرمال اعيش الحياة الكريمة المستقبلية. شكرا اخي، شكرا لاستفتاحية مباركة. شكرا يا اخي، شكرا اخي. اهلين يا راجل، اهلين. ده انا هسيبك تنظف صبابيط ازاي يا اخي يا راجل؟ طب تعمل ايه؟ اهلا وسهلا. شكرا اخي.